كلنا فخر اليوم مشاركتنا في معرض سيتيسكيب اللي يعتبر الانترناشونال بلاتفورم للسوق العقاري والمستثمرين العقاريين. معهد دبي العقاري اليوم يعرض خدماته من ناحية الدورات التأهيلية والتنفيذية لمختلف الأطراف في السوق العقاري، كذلك ندواتنا التوعوية للمجتمع ومختلف المستفيدين في السوق العقاري لتعرفتهم بحقوقهم العقارية. كذلك افتتحنا اليوم مركز دبي للابتكار العقاري حيث نقدم فيه عصوفات ذهنية لمختلف المستفيدين في هذا القطاع الحيوي، ونقدم أفكار إبداعية ومبتكرة لتطوير وتحسين السوق العقاري. دوراتنا العقارية مختلفة تغطي كثير من المهن العقارية، أهمها التوعية بالقوانين العقارية، الإجراءات التابعة لإدارة الأراضي والأملاك، ومختلف المدن مثل الشارجة وعجمان. إحنا نقدم دوراتنا خارج الإمارات، كذلك في البحرين نقدم دورات تأهيلية للمستفيدين، كذلك علشان يكونون واعين بحقوقهم العقارية. نقدم دورات مع شركات عالمية، جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد وام اي تي وكاس. نقدم مختلف الليفلز من الدورات، كدورات تأهيلية قصيرة او الدبلوم المهني او كذلك الماجستير المعتمد من جهات عالمية.